أعزائي الأطفال، مرحبا بكم في الروضة الافتراضية، حيث التعلم والمرح. أعزائي أولياء الأمور، وزارة التعليم وفرت لكم تطبيق يخدم أطفالكم في مرحلة رياض الأطفال. التطبيق اللي متوافق مع المنهج التعليمي للوزارة يقدم فيديوهات تعليمية وتجارب علمية ويعزز الهوية الوطنية والمهارات والقيم، ويساعد في تجهيز طفلك تعليمياً قبل دخول المرحلة الأولية للتعليم. ما عليك غير أنك تحمل التطبيق، وهو متوفر على جميع أنظمة التشغيل. وبعد ما تسجل في التطبيق بحسابك كولي أمر، تسجل أطفالك في الحساب، كل طفل لها حسابها الخاص، وتقدر تضيف شخص متابع لهم مثل الأم أو الأخت الكبيرة. ولا تنسى هذه الشاشة، لأن من هنا راح تقدر تتحكم في حسابات أطفالك وتتعرف على الدليل الإرشادي اللي يساعدك في كثير من التفاصيل اللي تهمك حسب الفئة العمرية لطفلك، وتراك شريك معنا في تقييم طفلك. خلينا ناخذ جولة في حساب الطفل. في داخل هذا التطبيق راح يلقى الطفل جميع الوحدات اللي تغطي المنهج الدراسي، وهي عبارة عن 11 وحدة، في كل وحدة 50 عنصر، ومليئة بالكثير من الفيديوهات والأناشيد والتجارب العلمية، وراح تكون التجربة ممتعة. للأيد الصغيرة وظائف كبيرة. مثلاً في الوحدة الأولى، وحدة أنا، راح يلقى فيها الطفل مفاهيم وتجارب علمية وقصص وأنشطة متنوعة، منها الحركي والفني وغيرها. وراح يتنقل طفلك بين غرفته الخاصة والمزرعة والألعاب التعليمية المسلية، ويحصل على مكافآت تحفيزية تساعده على تحمل المسؤولية. الآن سارع بالتسجيل في تطبيق الروضة الافتراضية.